ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء إجازته التي تبعت إنجاز تحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين قبل أكثر من أسبوعين. وقام لاعب الفريق والطاقم التدريبي ممرا شرفيا لميسي، حيث قدموا له التحية على الإنجاز الذي حققه مع راقص التانغو، ثم تم تكريمه بجائزة قدمها المدير الرياضي للنادي. Thank you.